السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على الالجوريزم العاشر اللي هو الموبايل هوستس. ايه الموبايل هوستس؟ هو بشكل عام حاجه زي الموبايل فون مثلا، الهوت سبوت، الواي فاي، حاجه موبايل، حاجه بتتحرك. ان انا عندي هوست، الهوست ده مش فيكسد في مكان معين، فمش معروف ان هو ده الادرس، خلاص ده الادرس الاساين ليه طول العمر. لا، هو كل شويه بيتحرك في مكان ما، فبياخد ادرس مختلف. فانا كاني عملت له، قلت ان خلاص انا هديله ادرس بتاع الهوم اللي هو فيه او بتاع الريجن اللي هو فيها، تمام. فيكسد ادرس هوم ادرس، فيكسد هوم ادرس، سوري، الفيكسد هوم ادرس دي ان انا اكني هثبت له ادرس حاليا، اوكي، عشان اقدر ايه اوصل له. بعد كده لما يتحرك انا هبدا اتشيك بعد كده النتورك اللي هو راح لها، وهكذا. ده شبه ايه؟ شبه الانترنت العادي خالص، ان انا يعني انترنت في السيلولار نتوركس زي الموبايل هوت سبوتس وكده. انا كده ايه بقيت عارف ان كل على حسب اللوكيشن هو اساين لانهي نتورك، انهي هوم، فانا هعتبر ان في هوم ادرس للنتورك دي، فخلاص انا هبعت له على الادرس ده، تمام. فدي حاجة مثلا السندر، لو السندر عايز يبعت لموبايل هوست هنا اهو، فالسندر هيعمل ايه؟ هيبعت لحاجة اسمها هوم ايجنت. الهوم ايجنت ده هيبقى عارف الهوم ادرس بتاع الناس كلها. فبعد كده اللي هيحصل، هيقوم الاول خالص يعني الموبايل ده بيرجستر، او الهوست الموبايل هوست ده بيرجستر في الادرس ده، في الهوم ايجنت ده، عشان يبقى عارف هو حاليا في انهي نتورك. بعد كده السندر هيسند للهوم ادرس. بعد كده هنعمل تانلينج علشان نقدر نبعت ايه للموبايل ده. بعد كده هو خلاص عارف ان ده السندر، ده الادرس بتاعه ثابت، فعلى طول هيريبلاي، تمام. بعد كده خلاص ده عارف يوصل لده ازاي، السندر عارف يوصل للموبايل ازاي، فهيرد عليه، تمام. يبقى احنا كده السيكونس بتاعنا ان انا باساين للهوم ايجنت عشان ابقى اخد الادرس بتاع النتورك دي. بعد كده السندر اللي ما يعرفش دلوقتي انا اساين لمين، هيقوم باعت للهوم ايجنت ده، فالهوم ايجنت يقوم باعت لي انا كمان. بعد كده او ما انا رادد على السندر، السندر هيبقى مثلا فيكسد ادرس او ادرس انا خلاص بقيت عارفه عن طريق الهوم ايجنت اللي جاي لي منه، ده قايل لي انا جاي لي من انهي ادرس، فخلاص هرد عليه. بعد كده السندر خلاص عارف انا مكاني فين والادرس السبيسيفيك بتاعي فين، فيرد عليا على طول. ده كده الراوتنج ايه فور موبايل هوست. شكرا.